ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات العاطفة الخاصة بشهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج الاسد. برج الاسد هيكون عندنا شهر عاطفيا قد ايه رائع، قد ايه فيه ايجابيات قوية، قد ايه فيه تحسنات كتير، بس مع بعض المخاوف شوية او القلق شوية او التوتر اللي هيكون عندك او عند الشريك بسببك. موضوع شوية لافف. عامة تعالوا نتكلم على الناس المرتبطين. بالنسبة للناس المرتبطين عندنا تحسين في الأجواء العاطفية بشكل كبير جدا في الأيام اللي هي كسرة حظ. أما بالنسبة للأيام اللي فيها قلة حظ يكون عندك توتر، عندك خوف، عندك شوية بعض الهواجس اللي موجودة أو إحساس متلخبط بالنسبة لبرج الأسد، يعني بالنسبة لكم أنتوا أو بالنسبة للشريك. الشريك يكون حاسس ده من ناحيتكم، زي مثلا الرجوع لعلاقة في الماضي، أو إن في شخص طرف ثالث في حياتكم، أو إن أنتوا مش مدين الاهتمام للشريك، أو إن ممكن يكون أنتوا ماسكين موبايل كتير فاللي هو أنت بتكلم حد تاني، أو مناسبة اجتماعية قابلنا فيها شخص من الماضي كنا بنحبه في الماضي او بيحبنا في الماضي، فنبدأ بقى الهواجس اللي هو ايه ده مرتبط بيها دلوقتي، ده ممكن يفكر فيه، ده ممكن يفكر فيه. كل ده موجود، ده بالنسبة للشريك. وبالنسبة لبرج الاسد انت كمان هيكون عندك التفكير ده مع الشريك، في هواجس موجودة من النوعية دي ولكن هتزول، يعني هيكون احساس وتعرف ان هو وهم وتبدأ ان انت تخرجه من جواك عشان ما تقتنعش بيه. عامة برج الاسد بالنسبة للناس المرتبطين في تحسين في الاجواء العاطفية جدا. تعالوا اقول لكم ايه اكتر الابراج اللي هيكون فيها تحسين في الاجواء العاطفية. برج الاسد مع الابراج اللي هي الهوائية، الجوزاء، الدلو، الميزان، التلاتة هيكون عندك تحسين في الاجواء العاطفية بشكل كبير جدا جدا. من الابراج النارية اللي زيكم برج الاسد رقم واحد، الاسد والاسد، يعني الاسد والاسد الشهر ده هيكونوا انتوا عايزين نكون افضل، عايزين نكون احسن، فبالتالي هتعدوا البعض، بالتالي اللي هو وكمان في تحسين في الظروف الاجتماعية والاهل، ده هيحسن كتير علاقة العاطفة، لان الوضع العاطفي مهم جدا جدا عند برج الاسد، لما ما باله بيبقى رايق بيدي الوضع العاطفي حقه. عامة ده بالنسبة للأبراج النارية الأسد. ومن الأبراج النارية برضو برج الحمل هيكون في تحسين في الأجواء العاطفية جدا جدا. كمان من الأبراج اللي هي المائية برج السرطان هيكون قريب مع برج الأسد. من الأبراج اللي هي الترابية برج العذراء والجدي، لا مجموعة كبيرة من الأبراج اللي هيكون فيها تحسين علاقات بصورة قوية. عامة ويكون على فكرة بالنسبة لبرج الأسد عندك الأضواء متسلطة عليك للعلاقة إنها بتتحسن، يعني كتير هيبقى شايف إن العلاقة إيه ده بتتحسن، ايه ده بتكون افضل، كتير هيفرح لك وكتير هيزعل للناس اللي ما كانوش عايزين علاقتك تكمل. وانت عارفين، يعني انتوا عارفين ده جدا، لكن عندكم انتصار عاطفي، قوه وترابط عاطفيه. بالنسبه للايام اللي فيها قله حظ ممكن يكون في خلافات بس مش كبيره، هتقدروا تغطوا خلافاتكم. بالنسبه للناس اللي هم لسه ما ارتبطوش، برج الاسد عندك الاضواء متسلطه عليك بصوره رهيبه جدا من اول يوم في شهر اغسطس، الاضواء متسلطه عليك جدا، حضور اجتماعات، حضور مناسبات اجتماعيه، لقاءات، كل الحاجات دي هيخلينا ان احنا نشوف اشخاص تحبونا ونحبهم. هيكون عندك كذا حد يرتبط بيك، عايز يرتبط بيك، كذا حد معجب بيك جدا، كذا حد انت لفت انتباهه جدا جدا. برج الاسد هيكون عندك اكتر من حد عايز يعرض عليك الارتباط، بس انت يمكن هيكون عندك حيرة ما بين شخصين، حيرة ما بين شخصين، لان انت في حد جذبك من خلال الشكل والمظهر والقيمة وكل الحاجات دي، وحد تاني جذبك بسبب ان انت حاسس حاجة جواك مش فاهمها، عندك حيرة ما بين الحاجتين جدا. حاول ان انت تصبر وتدي وقت لنفسك تفكر مين الشخصية الصح، لان ما تحكمش من الاول، لا لازم تاخد وقتك، لازم تفكر اكتر من مرة في مين، يعني عشان ما تختارش الشخص الغلط. ولكن انت عندك اشخاص كتيرة معجبة بيك جدا، عندك اشخاص كتيرة بتتمنى ان هي تقرب منك جدا 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 كمان. والاكتر رجل برج الاسد، يعني الاكتر العين على رجل برج الاسد، اكتر العين على رجل برج الاسد انه عايزين نرتبط بيه اكتر، لدرجة ان الناس المرتبطين كرجل برج الاسد عندك في حد ممكن عنده استعداد يخش يبقى طرف تالت عادي جدا جدا، طبعا الحذر واجب جدا عشان ما نقعش في مشاكل. عامة ده بالنسبة للناس اللي لسه مرتبطوش.
بالنسبة لتقوية العلاقات، هيكون عندنا تقوية علاقات. عندك حركة في بداية، يعني كمان في بداية الشهر عندك حركة تقوية علاقات. برج الاسد اساسا انت عايز، يعني بالنسبة للناس المرتبطين مخطوبين، عايزين ان انتوا تتجوزوا، عايزين نكون مرتبطين اكتر، عايزين نحس ان احنا مع الشريك طول الوقت. فعندك ده بصورة قوية بالنسبة للناس المرتبطين. عندك انك بالنسبة للناس المتجوزين، يعني عايز ان انت يكون في بيبي جديد، عايزين نغير جو، يلا نسافر نعمل مش عارف ايه، فعايز ترتبط بالشريك قوي، عايز يكون في بيبي جديد عشان يربطك بالشريك اكتر. هيكون اساسا في مناسبة سعيدة تجمعك بالشريك جدا، هتقوي علاقتك معاه جدا جدا، يعني سواء بقى كان بيبي جديد، سواء كان تغيير مكان، سواء كان تغيير في المعاملات الاجتماعية معاك افضل واحسن، في كمان تحسين في الوضع المهني، فكل ده هيأثر عليك جدا في الوضع العاطفي، انه يخليه ايجابي وافضل واحسن بكتير قوي قوي عن الفترة اللي فاتت. برج الاسد بالنسبة للناس المنفصلين، هيكون عندنا رجوع ولا لا؟ هو في رجوع، في رجوع، ويمكن اكتر الابراج اللي انت عايز ترجع لها ابراج ترابية وابراج نارية ومن الابراج الهوائية اكيد يعني، بس في نفس الوقت انت عايز ترجع وبتعمل كتير قوي عشان الرجوع، وفي نفس الوقت كان ممكن يكون الوضع بالنسبة لك كان صعب، حان الوقت او جه الوقت اللي هم اللي يكونوا عايزين يرجعوا لك، هم اللي عايزين يقربوا منك جدا، عايزين يفهموا منك حاجة، عايزين يتكلموا معاك، عايزين يطلعوا اللي جواك، حتى لو رجوع على سبيل الصداقة. لو حد قالك ان احنا نرجع اصدقاء، خلي بالك لانه مش راجع صداقة، هو راجع عشان يجرك من تاني، عشان يفهمك ويعرف ايه سبب التغيير من جواك، فيبدا ان هو يلعب على النقطه دي فيقرب منك، يقرب منك كعلاقه عاطفيه، يعني ده موجود عنده مقتنع بيه جدا، هتبدا تفهمه لو انت ما كنتش حاسس ده. برج الاسد كمان هيكون عندك اهتمام بنفسك قوي، عندك اهتمام بلياقتك وشكلك ومظهرك ولبسك والاناقه وكل والاتيكيت في التعامل والكلام، تقول شوية كمان في الكلام مع لغة المرح اللي انت موجودة في اصحاب برج الاسد، ده هيخلي ان كتير جدا العين عليكم، ان الماضي يبقى عايز يرجع لكم او يراقبكم، هيكون عندك في حب جديد يجي لكم، حتى بالنسبة للناس المرتبطين العين عليكم اكتر، ممكن يكون حد اللي هو ما نيجي نفشكل العلاقة دي عشان ناخد احنا المكان ده، حتى ده موجود، يعني حتى النقطه دي موجوده في اشخاص كده كتير على فكره، لازم نخلي بالنا قوي من النقطه دي، ان في حد ممكن يكون عايز يقرب منك عشان خاطر حبك او معجب بيك جدا، ومش مهم انت مرتبط ولا مين اللي انت مرتبط بيه. حاجه بقى اهم، علاقات السوشيال ميديا بالنسبة لك، هيكون في حد انت عارفه عن طريق الانترنت بتتكلم معاه كتير، او عايز اقول نقطة، احذروا كتير قوي قوي من الانشداد للشخصية دي، لان ممكن تتوجع منها، لان ممكن يكون شخصية تكتشف بعد كده ان هم ملهمش الامان، حتى لو هم هيرتبطوا بيكم كارتباط بجد ممكن تتصدم في موضوع من خلال الموضوع ده. ما انا قلت لكم برضو في شوية توتر وفي شوية حاجات كده في الوضع العاطفي، باستثناء ده هيكون عندنا الوضع ايجابي. فنخلي بالنا الناس اللي ليها علاقات على الانترنت، نخلي بالنا كتير قوي ان احنا ننجذب لحد بصورة قوية ونتوجع في الاخر. خلي بالكم كتير جدا جدا، معظم العلاقات، في علاقات بتنجح من خلال النت، ولكن معظم العلاقات بتكون علاقات مبنية على فشل، مبنية على ضحك عليكم بمعنى اصح. ومش معنى كده ان انا بقول ان برج الاسد بيضحك عليه، بس برج الاسد عاطفي، يعني دي نقطة ضعفه عامة، ده من خلال النقطة بتاعة الانترنت. في حاجة بقى عايز اتكلم عليها برضو مهمة جدا جدا في الوضع العاطفي، ان هيكون عندك كاحساس، يعني خلونا نقول النقطه الايجابيه دي الاول، ان هيكون عندك احساس وشعور بالايجابيه ناحيه العاطفه، ناحيه انك اسرتك، هتكون عايز تحاجي على اسرتك جدا، حابب اسرتك قوي، سواء الزوجه والاولاد، الزوج واولادنا، الزوج لو كان لسه في اولاد، فده موجود جدا جدا كاحساس عاطفي، انت عايز تكون عندك قوة عاطفية، احساسك قوي من ناحية العاطفية، فده هيدي لك حتة ان انت بتحاجي على اهلك او اسرتك، وفي نفس الوقت هيدي لك باور اكتر، يعني العاطفة هتكون داعمة ليك لحاجات كتير. برج الاسد كمان من الاشياء المهمة بقى اللي انا عايز اقول فيها حذر شوية، ممكن تكون حاجة سلبية لبعض الناس،
بالنسبة للعلاقات على الانترنت اتكلمنا فيها، لكن خلي بالنا من ان ممكن يكون حد يتلاعب علينا، يخلينا يكون ذكي قوي قوي في التعامل، يخليك ان انت تقول كلام يكون هو مسجله لك عشان يسبب لك بمشاكل عاطفية تقابلك. فاهمين اقصد ايه؟ يعني حد ممكن يعمل عليك لعبة من خلال السوشيال ميديا بكل اشكالها، ان هو يوقعك بالكلام، يعمل لك مشاكل، يعلقك بيه، وانت ممكن تكون بحاجة وهمية بتلعب وخلاص بتهزر، مش متوقع ان يطلع من وراها حاجة صدمة، حاجة مش كويسة، لا يطلع كده، فيبدأ ان هو يعمل لك مشاكل عاطفية ما بينك وما بين الشريك سواء رجل او مرأة. فالنقطة دي نخلي بالنا منها، يعني ربنا يحميكم كلكم. عامة برج الاسد كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتوا سعداء بمناسبة عيد ميلادكم، كل سنة وانتوا اسعد الناس يا اصحاب برج الاسد، يعني منكم اخويا 8-8. عامة بشكركم جدا جدا، بحبكم جدا، بتمنى لكم السعادة والحب والعاطفة الرومانسية، وبتمنى لكم اجواء سعيدة جدا جدا يا برج الاسد، بحبكم قوي قوي. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة وتفعيل الجرس. سلام.